وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف شرور الدرة المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد. بداية، ما حجم التأثير المتوقع للمنخفض الجوي الحالي من حيث مناطق الأمطار وكميتها؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للتأثير، ما شاء الله أنتم كفيتوا ووفيتوا من ناحية المعلومات اللي وردت منكم. متوقع أن يكون التأثير اسمه ذكرته تزايد في كميات السحب، تزايد منخفض بدأ تأثيره، ولكن تعمقه بيكون واضح تاريخ 25-26 اللي هو يوم الأربعاء والخميس. متوقع أن يكون تأثيره على معظم مناطق الدولة، وتكون شدة الأمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها طبعا البرق والرعد أحيانا مع السحب الركامية، وهذه السحب الركامية طبعا مع وجودها ونشاط الرياح فيها بتكون لها تأثير في إثارة الغبار في المناطق المتأثرة بالسحب الركامية، وكذلك على البحر من ناحية اضطراب البحر، بيكون كذلك في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على يوم الخميس، تأثيره على معظم مناطق الدولة وخاصة على المناطق الساحلية. المناطق المتوقع أن يكون لها تأثير الأكبر خاصة هي المناطق الشمالية والشرقية، كذلك في بعض المناطق الداخلية والساحلية والجزر، ابتداء نقدر نقول من اليوم الغد من فترة الظهيرة تأثير على المناطق الشرقية والسواحل الشمالية ومن ثم الغربية، ويمتد ويكون تأثيرها أكثر على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل. طبعا اضطراب البحر بيكون خاصة مع وجود هذه السحب، ويكون اضطرابه متوسط الموج ويضطرب مع وجود السحب في بحر الخليج العربي وفي بحر عمان، كذلك نشاط الرياح، رياح شمالية شرقية مش ما ذكرته وجنوبية شرقية، وسرعتها وقد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. بماذا تنصحون مرتادي الطرق والأهالي لدى متابعة هذه الحالة الجوية المطيرة؟ طبعا بالنسبة للأمطار، حكم أنها الأمطار مختلفة في الغزارة، نحذر الأخوة طبعا مرتادي الطرق من الحيطة والحذر في حالة طول الأمطار، ابتعاد من مناطق تجمع المياه وجريان الأودية، كذلك الانزلاق في الطرقات. أو بالنسبة للرياح، إذا نشاطها طبعا على المناطق المكشوفة طبعا بتكون مثيرة للغبار، خاصة المناطق المكشوفة الداخلية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. وبالنسبة للبحر طبعا اضطراب عدم ارتياد البحر في حال وجود السحب الركامية واضطراب البحر بوجه عام. يعني سرور الدراء المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد، شكرا جزيلا لك.